اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2000 28 اكيد ايوه 2020 ونحن في حضرة البروفيسور فاروق محمد ابراهيم. فاروق محمد ابراهيم تخرج من كلية الزراعة جامعة الخرطوم سنة 1955 ونال درجة الدكتوراه في علم النبات من إمبريال كوليدج جامعة لندن سنة 63، وكان أخصائي بهيئة البحوث الزراعية من 55 ل 66، واشتغل بعد ذلك أستاذ مشارك بكلية العلوم جامعة الخرطوم، وبعد ما تفصل لأسباب سياسية اشتغل من سنة 73 إلى 1986 كمدير مشروعات زراعية للفاو والبنك الدولي بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وعاد إلى السودان بعد الانتفاضة اللي طاحت بالديكتاتور جعفر نميري سنة 85، ورجع لوظيفته السابقة بجامعة الخرطوم، وبعد ذاك ترك في 1991 بسبب أن إدارة الجامعة عجزت عن الدفاع عنه، خاصة بعد ما كتب رسالته المشهورة بخصوص التعذيب اللي تعرض له في معتقلات بيوت الإشباح اللي كان بيديرها الإنغاز، واللي أشرف عليه تعذيبه شخصيا زميله دكتور نافع علي نافع اللي كان يعني عرف بجرائمه في سبيل تثبيت سلطة الإنغاز البائدة ومن خلال عمله في جهاز الأمن، وهو أشرف شخصيا على تعذيب البروفيسور فاروق محمد إبراهيم، وعنده قضية كانت رفعت تحدي المحكمة العليا. نبدأ يا دكتور ونخليك أنت يعني تسترسل في الحديث حسب الترتيب اللي أنت بتراه مناسب، وبهمني جدا يعني أنت بالنسبة لنا موسوعة ويعني حاضر وشاهد على أحداث كثيرة وعندك رؤيتك السياسية والفلسفية، ودارين نتعرف عليها عن قرب من خلال الحوار ده. طيب، المحور الأول في حوارنا اليوم من خلال التجربة الواسعة والعميقة لبروف فاروق منذ أن كان طالبا وخلال مراحل حياته المتعددة، نشاطه السياسي والاجتماعي وأيضا نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان، دارين نتعرف على خلاصة التجارب بتاعتك دي، وبنعرف أو بعرف أنا إنك أنت يعني عندك تصور حتى عن الكون ومعنى الحياة، فتفضل يا بروف وتكلمنا عن رؤيتك. شكرا. حقيقة الواحد ينظر تجربة، يعني أنا دخلت في العمل السياسي بصورة منظمة من قبل أكثر من 70 سنة، ولما دخلت جامعة الخرطوم سنة 50 قبل 70 سنة كنت في قيادة الحركة الطلابية، في قيادة تأسيس رابطة الطلبة الشيوعيين، في قيادة الحزب الشيوعي. فدي تجربة متصلة لمدة أكثر من 70 سنة، لابد الواحد يشوف انه الحصيلة بتاعتها ضعيفة جدا، النتيجة اللي من تجربة كبيرة زي دي والشباب من حيرة الطلبة السودانيين وقتها هم اللي تصدوا لقيادة هذا العمل وأسسوا حركة اجتماعية قوية في البداية، أسسوا الحركة النقابية من سنة 46
اتحاد نقابات عمال السودان، بدوي عمال السكة حديد، حركة المزارعين، الجزيرة بدت، الاتحاد النسائي، الحركة الطلابية، التنظيمات المهنية، يعني حركة في بدايتها بدت كبيرة، لكن الناتج بتاع لما الواحد يشوف الوضع بتاعنا للوقت فشل، انتفاضات ثورات وفشل. أكتوبر 64 استقلال أولا، توقعات كبيرة جدا من الاستقلال، لكن في عجز عن أنه تتحل المشاكل التي تحت الوحدة الوطنية والتنمية وبناء الدولة السودانية الديمقراطية. في فشل ذريع، وقام أول انقلاب عسكري سنة 57 58 في نوفمبر 58، برضو مقاومة للنظام العسكري. ثورة أكتوبر كانت ثورة عظيمة جدا، لكن في النهاية فشل الثورة، ما حققت الأهداف بتاعتها، واجتماعية جديدة كبيرة عندها الفرصة بتاع إنها، ودي كانت بقيادة الحركة الديمقراطية بقيادة الحزب الشيوعي، وكانت واعدة جدا، وأكتوبر شكلت لي أرضية عظيمة جدا، ووصلت عمليا للسلطة ضمن تحالف عريض في مايو 69، وكان ممكن يتحقق الكثير الوقت ذاك، يعني كان في عندي يمكن الفرصة الوحيدة اللي شكلت من البداية إنه برنامج متقدم بهذه الصورة في بلد أوضاع متأخرة زي ما في السودان، كان ممكن الأهداف بتاعة بناء الوحدة الوطنية والتنمية وتحقيق نظام ديمقراطي دستور ديمقراطي، كان ممكن نمشي فيها خطوات، وخصوصا عملية السلطة قالت للقوة الحديثة اللي استنحاض الحزب الشيوعي. وبتعزي الحصيلة الضعيفة دي لشنو يعني؟ هل لعوامل داخلية ولا لعوامل خارجية؟ صراع السلطة. يعني الناس انتهوا في النهاية، يعني في الفترة من أكتوبر لحد مايو، الفترة من 25 مايو 69 لحد يوليو 71، دي الفترة اللي كان المفروض يكون توحد القوى الحديثة دي، اللي لسه هذا الحزب كان المفروض وضع يعني في النظام البداية بتاع نظام مايو، القانون للحكم المحلي، القانون للاتحاد اشتراكي يوحد القوى دي كلها، وضع الاتفاق بتاع 9 يونيو بالنسبة لقضية الجنوب حلها. خطوات كثيرة. كأنك بتتحدث عن الفشل من منظور القوى اليسارية والحزب الشيوعي والقوى الاشتراكية، كأنك بتعني بحصيلة، وفي الحقيقة أنا كنت بعتقد أنك بتتحدث عن فشلنا كأمة سودانية في بناء بلد حديث، ليس بالضرورة أن يكون هو بلد اشتراكي. ما هو الـ 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 الأمة دي حتتبني كيف؟ نعم، ما بيكون في قيادة في كل مرحلة، والقيادة دي بتطرح المشروع بتاع توحيد الأمة السودانية وتقدمها، والجهة اللي طرحت واللي عمليا الشعب وضع في يدها السلطة بطريقة أخرى عن ثورة أكتوبر وفي مايو كانت القوى الحديثة لاستنحاض الحزب الشيوعي، فدي بيعتمد عليه هو توحيد القوة دي وتوحيد الشعب السوداني عن طريقها. لكن بكل أسف يعني تحول لصراع تاع سلطة.
بين بين المكون بتاع الحزب الشيوعي في التحالف دي وبين القوى الحديثة الأخرى المشاركة في التحالف اللي جاب نظام نايف للسلطة. والمسؤولية الأساسية أنا أفتكر مسؤولية الحزب الشيوعي، لأنه يعني مع أنه بعد ثورة أكتوبر طوالي طرح مسألة أنه المعادلة بتاعت الحزب الشيوعي وإدراك المسؤوليات بتاعته أنه يتحول لحزب اشتراكي عريض، أنه حزب ماركسي ايديولوجي بهذه الصورة صعب أنه يقود ويوحد البلد، وطرح أنه يتحول إلى حزب اشتراكي في خلال ثورة أكتوبر، واتخذ القرارات بهذه الصورة، لكن تم النكوص على القرارات دي والحزب، ومسألة أنه يقوم انقلاب، يعني العمل في الجيش كان جزء من في تصور أنه نجاح الثورة في أكتوبر. انتقال السلطة تم لأنه الجيش حصل تحول في الجيش لصالح الانتفاضين، هي هذه لصالح الانتفاضة، وكان في تنظيم ضباط أحرار له دور كبير في العملية. التغيير بتاع مايو، القوة الديمقراطية داخل الجيش من شيوعيين وغير شيوعيين اتجاهات مختلفة، كان ممكن تتوحد وتمشي بالبلد لقدام. البرنامج اللي طرحه بابكر عوض الله للتحالف اللي وصل للسلطة برنامج جيد جدا بينص على الأشياء دي وكان يمشي لقدام، لكن الحزب الشيوعي يعني حصل فيه انقلاب من الخط اللي طرحه في أكتوبر لعقيدة بتاعت قيادة الطبقة العاملة، وإنه القوة الوحيدة المؤهلة لقيادة الثورة هي الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي، وإنه العناصر الأخرى الموجودة في التحالف دي والوزير صغيرة بطبعها لا تستطيع القيادة. فتحول القضية لصراع للسلطة بين الشيوعيين وبين الديمقراطيين، بين الشيوعيين وبين الديمقراطيين. لكن الصراع ده ما كان محوره حسب مؤرخين كثيرين انه الحزب الشيوعي كان بيدعو لانفتاح ديمقراطي لسلطة الشعب، والديمقراطيين كانوا دايرين يمشوا في طريق الدكتاتورية العسكرية. لا، لكن في البداية ما كان بالشكل ده. نعم، في البداية القوانين اللي ذكرتها انها طرحت دي بمشاركة كل القوات دي، مشاركة فعالة منها كلها، إنه كيف تعمل نظام منفتح على الشعب. لكن بالانقلاب يعني حصل انقلاب، أنت دار تبني بالانقلاب دار تبني نظام منفتح كيف على الشعب؟ لا، هو في أكتوبر الشعار لما حصل الانقلاب على مايو علي أكتوبر، ثورة أكتوبر لما حل الحزب الشيوعي والتحالف بتاع الأخوان المسلمين برز للقيادة مع الأحزاب التقليدية الأخرى، وهو اللي أشهر بحل الحزب الشيوعي وصياغة الدستور الإسلامي اللي بيصادر الحقوق دي، يعني الشعار يترفع انه الجيش يعني مع نمو القوة دي الجيش ينحاز للقوة دي، وفعلا انحاز الجيش، انحاز الانقلاب بتاع مايو، كان القوة دي كلها مشتركة مع بعض. طيب ده ما تبرير للانقلاب، الحزب الشيوعي انتقد موقفه من تأييد الانقلاب، اصلا ما كان مفروض من الاول. والله انتقد موقفه، يعني حتى لو في الحزب الشيوعي انتقد موقفه من انه حصل اتفاق مع اللجنة الأمنية. نعم، وغير انه المسألة مش انتقد موقفه، الموقف بتاعه في الوقت ذاك بتاع الانقلاب ده كان سياسة مخطط لها انه يتم انقلاب. مين الخطط له؟ طيب ممكن توقف دقيقة انا اقول لك.
طيب يا بروف، من الوثيقة اللي أنت قدمت علي دي اللي هي دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 4 نوفمبر سنة 1964 اللي هو بعد انتصار أكتوبر أو في أثناء صعود الحركة الجماهيرية في أكتوبر 64. وفي الوثيقة دي نقرأ الفقرة دي اللي هي عن رأي الحزب في الوقت ده عن الانقلابات العسكرية شنو يعني، وهي بتقول إنه إن القوات المسلحة جزء من الحركة الثورية، ويمكن لجماهير شعبنا من العمال والمزارعين والمثقفين أن يجدوا صدى لنشاط لنضالهم بين تلك القيادات، كما أنه من الممكن أن تسير بلادنا في طريق التطور الديمقراطي عن طريق انقلاب عسكري تؤيده الجماهير الثورية والوطنية. طيب ده واضح جدا هنا إنه في دورة اللجنة المركزية ده كان موقف الحزب من الانقلابات العسكرية، لكن الموقف ده تم تقييم له لاحقا والحزب أعلن قطعته التامة من مع الانقلابات كأداة لتطور النضال الوطني الديمقراطي. شوف، تم فين التغيير ده موقف الحزب؟ ده كان موقف الحزب في أكتوبر، والحزب على بناء على الكلام ده قرر إنه يعمل تحول في داخله، إنه ما المعادلة بتاعت حزب شيوعي كجزء من الحركة الشيوعية العالمية والشعارات الأساسية بتاعت التغيير الثورة بهذه الصورة، اللي هو أنت عايز تعمل نظام ثورة اشتراكية، تعمل نظام وطني ديمقراطي بسرعة يتحول لنظام اشتراكي والدولة تهيمن على كل وسائل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وبناء نظام زي الديمقراطية الشعبية. تحول من الموقف دي لأنه التحالف بتاع القوى دي كلها يبني نظام وطني وديمقراطي يوحد القوى بتاع الشعب السوداني كلها. التغيير حصل بتين بعد حل الحزب الشيوعي. كان مفروض حسب القرار دي اللي اتخذ في اللجنة المركزية إنه يحصل مؤتمر، وحدد بالذات قبل في وثيقة مساكة اللجنة المركزية ممكن أديك ليها إنه بعد سنة اللي هو في عيد الأضحى في أول أبريل 66 يحصل مؤتمر يتم له التحضير خلال الفترة دي كلها بتوحيد القواعد بتاعت الحزب الشيوعي مع القوى الديمقراطية اللي حولها، وتوحيد يعني كل القوى دي عشان ما يتحول الحزب لحزب اشتراكي بميثاق اشتراكي وبقوة الكادر الشيوعي الموجودة في قلبه، بيضمن انه ما يتحول لحزب بتاع انتخابات، يكون حزب فعلا بناضل عشان يعمل التغييرات الأساسية. وده وضع فعلا العمل المؤتمر الاستثنائي مش كده الجريف، مؤتمر الجريف؟ لا، المؤتمر ده الجريف يتعمل فعلا، المؤتمر تقرر انه ينعقد المؤتمر ده. ايوه، وانعقد المؤتمر. ايوه، لكن قبل المؤتمر الامين العام بتاع الحزب المرحوم عبد الخالق محجوب ابتدى يراجع الموقف بتاعه كليا. يعني هو كان موقفه مع حزب اشتراكي، هو اللي اقترح الحزب الاشتراكي، مش يتحول حزب الشيوعي لحزب اشتراكي، يتحول لحزب اشتراكي جماهيري، والاقتراح ده جماهيري. أيوة. والاقتراح ده المحرك بتاعه الاساسي كان الامين العام بتاع الحزب، ولاحقا بدا يغير فيه، كلنا التفينا حوله. نعم، لما الى تحضير تحضير المؤتمر، يعني خطاب المؤتمر، انا كنت في مدن بالابحاث الزراعيه الوقت ذاك قبل زي شهر من المؤتمر، جاء الشفيع لمدني يرحمه وبطلب من عبد الخالق، قال له امشي مع فاروق وصيه اعملوا صيغه، لانه نحن كنا متحمسين للفكره بالذات في مدني وفي ناس شباب الامين وحركه المزارعين اللي حوزنا في
لكن في المنطقة هنا كنا من أكثر الناس حماس للمشروع، وكنا بنتناقش فيه كثير، فقال لي أمسوا وأعملوا صياغة للخطاب بتاع المؤتمر. نعم. فعلا جه الشبيح هنا. نعم. وتمت الصياغة بتاعت خطاب المؤتمر. نعم. لما دخلنا المؤتمر كان في أول أبريل 1966، أول شيء أعلن إنه ده حيكون مؤتمر تداولي. نعم. وليس مؤتمر كامل، المؤتمر الرابع. أيوه. وثانيا أعلن إنه عبد الخالق ما حيحضر، مش يحضر المؤتمر ده، الحزب الشيوعي والاتحاد السوفيتي. نعم. ونقد جاء شايل شنطة لحد حتى أتذكر، وطلب إنه في مؤتمر للحزب الشيوعي الهندي والحزب مدعو له ويسمح له، فسمحنا له المؤتمر أثناء انعقاد المؤتمر نفسه. ده في الجلسة الافتتاحية. نعم. في الجلسة الافتتاحية ذاتها أنا أثرت الاعتراض، الرئيس بتاع المؤتمر كان الشفيع، والشفيع هو أكثر واحد كان شكال متبني برضه نفس الشيء مؤيد المشروع. نعم. للنهاية إنه ده المؤتمر الرابع اللي يتحول لمؤتمر تداولي، وليه الأمين العام بتاع الحزب يمشي يحضر مؤتمر بتاع الحزب الشيوعي الاتحاد السوفيتي وعندنا المؤتمر بتاعنا هنا. فطبعا واضح انه المهم انه المؤتمر انعقد، يعني عبد الخالق ما كان موجود فما بده يرد، نقول مشى. المؤتمر انعقد واجاز التقرير بالاجماع، وانتخب لجنه مركزيه بالاجماع. يعني ده تحول مؤتمر رسمي، مؤتمر رسمي انتخب التداولي بس، يعني لانه التداولي ما ينتخب قياده جديده. ايوه، انتخب لجنه مركزيه جديده واعاد انتخاب عبد الخالق. اللجنه المركزيه اعاد انتخاب عبد الخالق كامين عام للحزب. نعم. يعني اللجنه المركزيه. وعقد اللجنه المركزيه اجتماعين. اجتماعين في فتره بتاعت زي اسبوعين ولا حاجه، بشكل انتخبت المكتب السياسي. وبدأت في تنفيذ البرنامج بتاعها. بعد ذاك جاء الأمين العام من رحلته في الخارج، وابتدى يتصل بأعضاء اللجنة المركزية، المكتب السياسي واللجنة المركزية. الخطاب بتاعه إنه بناء على نصيحة الرفاق السوفيت إنه الخطوة بتاعت تحويل الحزب الشيوعي إلى حزب اشتراكي دي خطوة ما سليمة، والحزب الشيوعي ملك للأجيال المستقبل كلها بتاع السودان، وعملية ده عملية حل، وده عملية يكون تحويل الحزب الشيوعي عملية حل للحزب الشيوعي، وهو بيعترض على الحكاية دي. وبعدين برضو طرح طبعا إنه البرنامج بتاعنا إنه نحن مفروض عايزين يعني حزب يستطيع يمشي في قيام ثورة اشتراكية تتحول للشيوعية، والبرنامج ده يعني ما بتوافق مع الرؤية دي. الرؤية دي الأمين العام يتصل بأعضاء المكتب السياسي وأقنعهم. المكتب السياسي بالمناسبة وتغير اسمه في المؤتمر، سموه اللجنة التنفيذية. دي نقطة مهمة عشان يجبنا، وأقنعهم. وبعدين بعد ذلك دعيت اللجنة المركزية لمؤتمر، اللجنة المركزية كان فيها 55، دعيت لاجتماع للجنة المركزية في الجريف. نعم. اجتماع ثاني غير المؤتمر الاستثنائي؟ اجتماع غير المؤتمر الاستثنائي، ده اجتماع كان برضه في الجريف. نعم. المؤتمر الاستثنائي كان في الجريف، والاجتماع اللي هسه بتتكلم عنه ده برضه في الجريف. ما في مؤتمر استثنائي. أه. ايوه التداولي اللي تحول للمؤتمر. أيوة. المؤتمر. أيوة. المؤتمر الاستثنائي. ايوه. اللي المفروض يكون كان في الجريف. ايوه. مزرعة بتاعت ناس نبيل أديب. ايوه. اجتماع اللجنة المركزية انعقد في ضاحية بوري، في مزرعة. ايوه. في بوري. أه. واجتمع في آخر نوفمبر. أيوة. 66. نعم. يعني بعد
7 شهور تقريبا. سبع شهور تقريبا. نعم. الاجتماع ده طبعا حصل بعد ما المكتب السياسي اجتمع وأقر الخط طلع الشيوعي من 26. عبد الخالق قدم الرؤى المناقشات بتاعته في الاتحاد السوفيتي. نعم. والرؤية بتاعت انه المؤتمر يعني انحراف عن الخط الصحيح. نعم. وأعضاء المكتب السياسي بالإجماع اتفقوا عليه. بعدين دعيت اللجنة المركزية للاجتماع في نوفمبر، نصف الثاني من نوفمبر. نعم. والاجتماع حضروا 37 عضو من اللجنة المركزية. في الاجتماع دي أنا تقدمت باقتراح أولا إدانة المكتب السياسي والأمين العام، لأنه انقلب على القرار بتاع المؤتمر. نعم. في غياب المؤتمر، وإنه إذا حب يغير قرار المؤتمر يدعى لمؤتمر والمؤتمر هو اللي يقرر الحكاية دي. نعم. وبعدين تطرح في المكتب السياسي، اللجنة المركزية هي اللي بيتخذ المسؤول من القرار. مش يتخذ من المكتب السياسي، المكتب السياسي هذه اللجنة المركزية. الاقتراح سني سناه شيخ اللمين وصوت معانا فيه دي لأنه يعني حاجة إجرائية. نعم. إنه الإجراء تنظيميا ما صحيح. صوت معانا حسنين حسن. أيوة. عضو اللجنة المركزية 3 ضد الباقين، كلهم صوتوا ضد الاقتراح. نعم. بعدين المناقشة استمرت إنه تأييد الخط اللي بناء على نصيحة السوفيتي إلغاء قرارات المؤتمر، وده صوتنا فيه ضده أنا واللمين. وده موجود في الوثيقة بتاعة اجتماع اللجنة المركزية. طيب بعد ما المؤتمر الرابع قرر انه الماركسية والحزب الشيوعي وانتهت القصة بتاعت الحزب الاشتراكي دي، قام ثاني اتحاد القوى الاشتراكية. ايوه. في سنة 68. ايوه. كان في مناسبة بكر عبد الله. أيوة. وفاروق وعيسى وحتى عبد الخالق وكذا. فكرة شنو يعني انه يكون اتحاد احزاب وشخصيات في قلبها الحزب الشيوعي، ولا فكرتها انها هي يتم تاني تحويل الحزب الشيوعي؟ شوف انت الظروف اللي انعقد فيها. انت فطيت دلوقت حل الحزب الشيوعي. ايوه. الحزب الشيوعي حل قانونا. قانونا. لكن شغال بيت. وفي زخم شديد، زخم شعبي شديد لقيام حزب اشتراكي. والحزب الاشتراكي اعلن وعقد له مؤتمر. لكن فوتناه، انتخب لجنة تنفيذية، لكن ثاني عمله أصبح إلى حاجة، واضطر جرائد تصريحات من أمين الشيب اليمن ورئيس من أي واحد. وإلى أن انعقد المؤتمر الرابع. يعني احنا ما تجاوزنا خطوة المؤتمر الرابع، جينا لاتحاد القوى. بعدين جينا في بعد المؤتمر الرابع الكلام عن انقلاب عسكري، كان داير انه يعني لاحظ ده الدستور الاسلامي، النظام بقيادة الاخوان الاتحاديين وحزب الامة، تقنين دستوريا، تقنين الحزب الشيوعي في الدستور الدائم، جمعية تأسيسية كان مهمتها إنها تطلع الدستور. أها. دي الظروف اللي قام فيها اتحاد القوى الاشتراكية؟ أيوه، في الظروف دي، وفي الكلام كثير عن انقلاب عسكري. نعم. داخل الحزب ولا في الشارع؟ والله في الشارع وفي داخل الحزب.
وفي مناقشات الجرائد طلع يتحول لمناقشات الجرائد بين عبد الخالق وعبد الحسن سليمان أخبار الأسبوع كانت مش أيوة في أخبار الأسبوع نعم. ف أنا ذكر في اللجنة المركزية في قلت لك في اجتماع 23 مارس 69 قبل الانقلاب بشهرين أتذكر واحد سأل اللجنة المركزية قال عايزين نعرف الحافظ والجيش شنو فعبد الخالق بلانفلي قال لي أبي ما حقول لكم أنت كنت عضو في اللجنة المركزية في المركزية وحاضر الاجتماع قال أبيت ما بقول لكم قال دي العمل العسكري دي حاجة تتعلق بحياة ناس حياة أمور مش اللجنة المركزية اللي بنقول كلام هنا وباطل يطلع في خباز ده مقهى أيوة انت ممكن تشيلوني من عنها من عام لكن ما ممكن تردموني أقول لكم حاجة زي بس الجو بتاع الكلام عن الحاصل في الجيش نعم لكن واضح إنه الجيش طبعا حصل فيه اجتماع والتنظيم الضباط اللي حضر عمل الحزب الشيوعي لكن بضمهم شيوعيين وغير شيوعيين نعم وده كله من احنا من رابطه الطلبه الشيوعيين نعم كنا وجهنا الناس يمشوا زي الناس بابك الحمد نور وهاشم العقد اول ناس دخلوا في الجيش والعلاقات باخرين ايضا قبلهم في الجيش التنظيم بتاع الضباط الأحرار كان بقيادة الحزب الشيوعي والحزب الشيوعي بيطلع من الجبهة بتاعته تحت القوات المسلحة. وكانوا الأغلبية وفعلا لما جاء الانقلاب كان صوتوا الحزب قرر إنه الوقت غير مواتي للانقلاب وإنه الانقلاب يكون في حالة صعود الحركة الجماهيرية. ممكن يكون داعم ليها. ده بالرغم من انه الحركه الجماهيريه كانت فيها صعود شديد جدا في الاضراب العام بتاع النقابات والوضع كان يعني فعلا بالرغم من حل الحزب الشيوعي مؤتمر الدفاع عن الحريه. القرار بتاع انه ما يتعمل الانقلاب ده تم في اللجنه المركزيه ولا المكتب السياسي؟ لا في المكتب السياسي ده لما الضباط الأحرار الشيوعيين نقلوا للحزب الشيوعي إنه في اتجاه الانقلاب بتاع مايو اتجاه الانقلاب أيوه. واجتمعوا فعلا وزي ما كتب زينكو العابدين في كتاب بتاعه بتاع مذكراته إنه كان في 23 دول اجتمعوا و17 منهم ناس بابك النور وهاشم العطا والتيار بتاعهم إنه الظروف غير مواتية للانقلاب حسه لونا على خط الحزب والستة اللي هم نفذوا الانقلاب نجاح النميري وأبو قاسم ومأمون وجمادي وفرح حمد الله كانوا مع الانقلاب يعني 23 كان فيهم 17 ضد الانقلاب يعني الانقلاب في الوقت ده والستة مش نفذوه ونجح الستة ديل هم اللي عندهم القوات كانت أيوة في قور عمر دي كان عندهم قوات فعليه وكان بيقدروا ينفذوا الانقلاب ونفذوا فنفذوا الانقلاب ودعوا بابك النور هاشم العطا عشان يكونوا اعضاء معهم في مجلس الثوره نعم وابتدوا مع بابك عوض الله اذاع نفس البرنامج بتاع التحالف التحالف اللي دعم التحالف دي كان لعب دور اساسي فيه عبد الخالق تشكيله بديل للحزب الاشتراكي نعم انه يعني قوة فيه بابكر عوض الله نعم فيه مصطفى فيه خلف الله خالد سنوية المعادية سنوية إبراهيم يوسف سليمان نعم كيف تفتكر المهم انه تحالف شيوعيين وديمقراطيين منه اتحاديين غيره اللي هو سموه تحالف اتحاد القوى الاشتراكية اتحاد القوى الاشتراكية ووضع برنامج رشح بذكر عوض الله ايوه عشان يكون رئيس الجمهورية في الانتخابات العامة على حسب الدستور ايوه لكن لما جاء الانقلاب بذكر عوض الله راح زعل من الانقلاب طبعا حصل بذكر عوض الله كان شغال مع ناس جعفر النميري ايوه
وطبعا نجاح الميل لحد اخر لحظه ليلتنا كان بالتصليم بالحزب مجتمعين معه عشان الحزب يأيد يغير موقفه. الحزب ما غير موقفه. اليوم نحن بنسند ظهركم. ايوه. بنسند الكلام يا عبد الخالق يعني احنا بنسند ظهركم في لكن يعني احنا راينا انه مش بنتكلم. شو انا اقول لك الحكايه دي ليه؟ الكلام ده مهم جدا احنا نعرف ايش سي عبد الخالق قال لهم. حسب التسجيل ماشي؟ ايوه. قال لهم انه نسند ظهركم بمعنى انه موافق على الانقلاب يعني؟ موقف ملتبس. هو هذه القوه بتاعته. فهو مغترب يعني زي ما قال صلاح. انت المعلومات دي وصلتك كيف؟ يعني هل ده كان اجتماع حاضره ولا وصلك لاحقا؟ وصل المعلومات دي لاحقا. ما من عبد الخالق نفسه. ما لقى عبد الخالق ما من عبد الخالق نفسه. يعني ممكن يكون الكلام ده ما صحيح. لا انا افتكر انه كلام معقول يعني هو تفتكر يعني لما جاب النميري. طيب انا اوكي. مديح حلفائه. طيب يا بروف شكرا جزيلا على الشهاده دي وعن الملابسات بتاعت مؤتمر الجريف واللي هي كانت يعني فتره شويه فيها غموض وانا افتكر انه يعني القيت ضوء ساطع على الفتره دي واشخاصها وما تم فيها. وبنختم الجزء ده من لقاءنا اليوم على امل ان نسجل حلقه اخرى في قضيه اخرى مختلفه عن الموضوع بتاع الفتره بتاعت المؤتمر. شكرا جزيلا على الاصدار. شكرا.